هذا الأمر وتحسين وتطوير أداء منظومة التحكيم المصري إزاي؟ أولا يعني يبقى في مسطرة الاختيار أو معايير الاختيار بداية، ومن مراحل مبكرة جدا. أنت عارف مدارس التحكيم دي بتبتدي يعني زي ما الأشبال كده بيبتدوا يلعبوا كرة، أشبال بيبتدوا تحكيم، يبتدوا في سن مبكر جدا. مدارس التحكيم دي يخش فيها الأولاد من سن 15 16 سنة، ويبتدوا يتدرجوا في الدراسات وفي التجارب العملية، وبعدين ياخدوا ماتشات في البطولات الناشئين وهكذا. يعني لازم نبدأ بشكل مبكر جدا في نأسس الحكم. الحكم المتميز ده عايز مراحل لتجهيز، يعني ما يبقاش الايه، يبقى لعيب كورة وبعدين يبطل يبقى حكم، لا هو بداية حكم. حضرتك عايزه من الاساس يتخصص في الاتجاه ده. اصل لما يبطل هو عنده 30 سنة وبعدين يبتدي يتعلم تحكيم، خلاص يعني العلم في الصغر كان نقش على الحجر، انما هو بيفضل 30 سنة خلاص اتربت فيه كل العقد والعيوب النفسية الرياضية، فبياخدها معاه في التحكيم، وبتبقى خبراته المكتسبة من تعلمه التحكيم بعد سن 30 محدودة جدا او قليلة جدا. وهي لما كانش التعليم بدأ دايما زي العلم في الصغر كان نقش على الحجر زي ما بيقولوا، فيعني لازم تتعلم المهنه اللي انت هتشتغلها. طيب حضرتك قلت جمله، قلت نحن لا ندير، او حضرتك قلت انا مش بدير القاره الافريقيه، انا اتمنى التحكيم في بلدي يبقى افضل طبعا. لكن على مستوى ما يحدث في القاره، اصبح هناك حديث من نقاد ومن خبراء ومن محللين ان في حسابات، يعني نقاط نفوذ ونقاط قوة ومعادلات في القارة بتدخل أو بتؤثر في حسابات كرة القدم وهي ليست فنية. دول بتتدخل في أمور الاتحاد الأفريقي، دول تحاول إبعاد مصر أو إبعاد الأندية المصرية أو التأثير على مشوارها، وده بيقولوا نقاد مرموقين. يعني حضرتك شايف الكلام ده إزاي؟ يعني أنا متفق ولا مختلف معك؟ لا أنا مش متفق قوي. أنا أقول إنه ممكن الحكم التأثير على ذمته بشكل شخصي، وده وارد في أفريقيا دي. يعني ده في حكام حكام مش حكام كورة، حكام دول بترتشى، فساد أشخاص. فيعني ده موجود، إنما يعني مسألة إنه الكفاءة ونقص الكفاءة مش هو ده المعيار. هو لو في نقص كفاءة هتبقى على الفرقتين، انما لو في تعمد بقى ضد فريق هتبقى ضد فريق، ما فريق واحد ومصلحه فريق اخر يعني. وده اللي يخوف يعني. ف هي المساله محتاجه انه يعني انا لو شاكك اجيب حكام من خارج افريقيا. طب راي حضرتك ايه في الشكوى اللي تقدم بها النادي الاهلي انه بيخاطب كل الاطراف المعنيه سواء في الاتحاد الدولي او الافريقي بان تكون قرارات التحكيم ومستوى التحكيم، وانه في اولويات واستراتيجيات للاختيارات ولتكليف الكفاءات في المباريات المهمه حتى لا يتاثر فريق بقدرات الاهلي باخطاء تحكيميه متكرره ومؤثره على مشواره؟ وطبعا من حق النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بيتكلم وعنده حجج وبراهين يقدر اللي يناقشوا فيها يقدمها، يقدم له شرايط ويقدم له كوارث موجوده تحكيميه بتقول انه الاتحاد الافريقي يجب انه يعني يضع، يعني دي السقطه الاهم بالنسبه للاتحاد الافريقي، انه التحكيم بالنسبه له نقطه ضعف فاضحه بالنسبه ليها، وهي نقطة ضعف، ليست نقطة للأسف ليست نقطة ضعف فنية، نقطة ضعف تتصل بالذمة وبالمعايير الأخلاقية. ملف آخر، الأمور الفنية ومستوى النادي الأهلي هذا الموسم، حضرتك شايف إزاي انطلاقة النادي الأهلي سواء في الدوري العام أو في البطولة الأفريقية، وخاصة المباراتين الأخيرتين، الفوز على الهلال وقبلها الهزيمة على ملعب المنافس أمام النجم الساحلي؟ الحقيقه يعني مش عايز ابدو متعايز، بس النادي الاهلي الحقيقه بيقدم كره متقدمه جدا حاليا مع المدرب فايلر، يعني وبعدين اهم حاجه انه المدرب يكون قادر على، ما اصل انت بتحط خطه بتحط تكليفات وبعدين بتيجي
تحاسب نفسك سواء فردي او جماعي بالنسبه للعيبه كم في الميه اتنفذت الخطه دي. فانا اعتقد انه يعني اللعيبه بتنفذ ما يزيد على 70% بنجاح خطه المدرب والجمل اللي بنشوفها. يعني لو حد بقى ناقد رياضي او لاعب او يعني يكون دارس بيقدر يقرا الجمل التكتيكيه الهجوميه اذا كانت متكرره بيقراها وبيشوفها وبيفهم انها يعني تم التدريب عليها لانها يعني شيء بيتكرر وبتستغل فيها في الجمل دي امكانيات اللاعب اللي عنده مراوغه، اللاعب اللي عنده قدره على تغيير الاتجاه بسرعه، اللاعب اللي عنده قدره على انه يعمل سويرف كويس يعني. فانت يعني بتوظف المسائل دي كلها. ما ينفعش ان ده يكون مبني على تصرفات تلقائيه من اللاعبين، ما ينفعش. ده بيبقى بالضروره مبني على استراتيجيه مدرب. في حاجات بتبقى في الملعب انت بتشوفها نتيجه الضغط من المنافس، بيحصل تصرف، بيحصل تمريره، بيحصل تحرك نتيجه ضغط المنافس، لكن في حاجات بتبان للمتابع والفاهم ان ده حاجه تم التدريب عليها وكمان بتتكرر، او على الاقل مش بتتكرر بنجاح، يعني بتتكرر ومره بتنفع ومره ما بتنفعش، بس بتتكرر محاوله المرور بالشكل ده والخطط البديله، اسلوب التغطيه الدفاعيه. ولما بيحصل تغيير، لما بيحصل تغيير في وسط الملعب، التغيير ده بيكون مبني على تغيير خططي في المنظومه العامه ولا؟ وغالبا النادي الاهلي بيغير في نص الملعب، يعني غالبا بيغير في نص الملعب اللي هم بيلعبوا على الاطراف. فيعني الشغل ده كله بيبين ان المدرب ده يعني عنده رؤيه، والاهم من رؤيه المدرب انه يكون قادر على انه ينقلها للعيبه ويخلي اللعيبه تنفذها بنسبه نجاح تتخطى 70. يعني خلاص حضرتك عندك يقين من المتابعه انه فايلر مدرب له بصمه فنيه وقدر يغير شكل الفريق مقارنه بالمواسم القليله السابقه للافضل. 100% 100%. وهو اصله المدرب ليه دور، والاداره دلوقتي بقى ليها دور لا يقل عن دور المدرب. دور الاداره ايه؟ انك بتجيب لي اللعيبه. هو انت يعني لما يعني انت اللي بتجيب لعيب دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها بقى قطاع الناشئين بيطلع وابو الاشبال والحاجات دي كلها. خلاص كان زمان حلوه، لكن دلوقتي ما فيش. دلوقتي انت على قد ما تشتري لعيبه، بس بتشتريهم برؤيه فنيه تتناسب مع حضرتك شايف ان ده انعكس على الاختيارات في فترتي الانتقالات في يناير وفي اغسطس اللي فات، مجموعه اللعيبه. يعني نجاح المدرب ونجاح مجلس الاداره اللي بيشتري، انه مجلس الاداره اللي بيشتري ده اللي بيوفر الفلوس. واحيانا المجلس ده بالناس الخبراء اللي عنده بيشتروا والمدرب لسه ما جاش. يعني مش المدرب هو اللي جاب اللعيبه على مقاسه، لا، ده اللي بيشتري من اداره النادي عارف كوره وعارف يشتري مين وليه، وانه اي مدرب قادم سوف يستفيد بالامكانات دي. هيلاقي الدنيا جاهزه، الدنيا جاهزه. يعني حضرتك شايف انه كان توقيت مناسب اللي حصلت فيه ما يمكن ان نطلق عليه صحوه في النادي الاهلي؟ وقتها اتكلم كابتن محمود الخطيب عن اعاده الرؤى الخاصه بكره القدم، او قال تحديدا اعاده بناء فريق الكوره، وانه تم ضخ ميزانيه ضخمه من النادي ورصد العناصر المميزه زي ما حضرتك قلت، انعكست على الاختيارات اللي تم توفيرها لاي مدير فني حتى قبل ان ياتي فايلر. 100% ده كان مهم في التوقيت ده. يعني لما يكون عندك رئيس نادي كان احسن لعيب كوره في تاريخ مصر اللي انا شفته، يعني دايما بقول كده، في قبل كده ناس انا ما شفتهمش، بس احسن لعيب كوره حصل في تاريخ مصر كان محمود الخطيب في التاريخ اللي انا شفته، على الاقل في 50 سنه اللي فاتوا. فهو على راس المجلس وهو على راس لجنه فنيه بتشتري وبتجيب لعيبه، فيعني تضمن انك هتجيب احسن لعيبه. هل اصبح لدى النادي الاهلي المجموعه الكافيه والامكانات المتنوعه عند مجموعه اللاعبين الحاليه اللي عندها القدره على تعويض ما فات واعاده اللقب الافريقي والاستمرار على قمه الدوري المصري وحصد الالقاب؟ 100%. الفريق مش في حاجه الى مزيد من الدعم خالص، ولا حضرتك شايف انه ممكن تدعيمات مع المجموعه الكبيره اللي موجوده دي من النجوم؟ يعني دايما البحر يحب الزياده، وهل من مزيد دايما؟ يعني انا عايز ميسي يجي في النادي الاهلي، يعني دايما طموح الاهلاويه بلا حدود. دايما يبقى الطموح، يعني انا بطل مصر، عايز ابقى بطل افريقيا، عايز ابقى بطل انديه العالم،
اذا بطلنا نحلم نموت. ده فيلم باين بس حضرتك كمان سعيد بالانطلاقه في الدوري، الجمهور من اول مباراه محليه افتتاح الموسم مباراه السوبر والفوز على الزمالك المنافس التقليدي والقطب الثاني للكره المصريه، شكل اداء الفريق معظم فترات المباراه ما يقرب من 70 دقيقه على الاقل من وقت المباراه، الجمهور كان سعيد جدا بشكل اداء الفريق في اول ظهور له على ملاعبنا، لان كان في مباراه قبلها خارج مصر ولم تتم متابعتها بشكل جيد. حضرتك شايف المباراه دي كانت انطلاقه وشكل مختلف في الاداء للنادي الاهلي؟ بالتاكيد. واتفرج كمان لما الاستاد بقى او الملعب يتملي بجمهور النادي الاهلي، اضافه لا تقل عن 25% لكل المستويات الفنيه والبدنيه والروح وكل حاجه. الجمهور ده كنا بنقول لاعب رقم 12 زمان، وبعدين بنقول لا ده اللاعب رقم واحد. فجمهور النادي الاهلي لو تواجد في المدرجات بقوته وكفاءته الكامله ورا فرقته، لا يكون في عمق بيت الفرقة. يبقى حضرتك بالتأكيد من أكثر المؤيدين لتوجهات النادي الأهلي بإيجاد استاد الفترة القادمة أو الأعوام القادمة للنادي الأهلي، والتعاقد على استاد من أجل أن يكون هو ده الوقود لتواجد جماهير النادي الأهلي ودفع حقيقية للفريق. ما هو ده يعني إدى تفاؤل لجماهير النادي الأهلي أنه مجلس الإدارة مش هيشتري ملعب للنادي علشان المدرجات تبقى فاضية. لازم المدرجات دي هتتملي، يبقى في مؤشر قادم ان الجماهير هترجع ان شاء الله. هترجع اصل هو اصله يعني كل المؤشرات بتقول انها يعني راجعه قريب جدا، لانه كل العوامل التامين والابوابات الالكترونيه والحاجات الرقميه للمشجعين والكلام ده كله والفاسيلتيز الامنيه، كود بتاع الامن دلوقتي ما يخرش الميه. فان شاء الله القرار قريب جدا، يعني الجماهير ترجع واستاد النادي الاهلي ده يبقى فرجه يعني من ضمن معالم مصر، تروح الهرم وابو الهول واستاد النادي الاهلي. يبقى حضرتك سعيد جدا بالخطوه دي وشايف انها في توقيت جيد 100%. هل حلم الجمهور المصري انه يقدر يستمتع بالمباريات، وفي مقدمته طبعا جمهور النادي الاهلي، زي جماهير اوروبا ممكن تحقيقه يا استاذ عصام؟ ممكن الجمهور يدخل الاستاد قبل المباراه بساعه على اقصى تقدير ويخرج من المباراه خلال ربع ساعه او نص ساعه بالكثير بعد المباراه؟ ما هو انت يعني على حسب التجهيزات بقى، انا ارجو ان التجهيزات تكون انه الاستاد يبقى فسحه، يعني الاسره تروح للاستاد تستمتع بالتواجد في الاستاد وتستمتع، الستات والاطفال ما خلاص في تحت المدرجات، في بقى كافيتريات وفي سينمات صغيره وفي مش عارف ايه وفي حاجات، اللي مش هيتفرج الراجل يخش المدرج هو واولاده او الاولاد البنات والستات مش عايزين يتفرجوا، في الانترتينمنت التاني اللي جوه اللي تحت المدرجات، يعني مؤسسه ترفيهيه كامله مش مدرجات خرسانه وتحتها مخزن، لا يعني المنشاه دلوقتي بقت منشاه ترفيهيه كامله للاسره كلها تروح تتفرج فيها. هل ده ممكن يبقى توجه نبدا في تطويره وتفعيله في استادات مصر كلها؟ انا ارجو ان المساله كمان تسند للقطاع الخاص وندي الاستادات دي لشركات قطاع خاص، خد يا عم ده الاستاد ده بحق انتفاع، ادفع للدوله قد كده مبلغ كبير، وخد انت اعمل فيه ريكريشن ارياز واماكن كل الحاجات الحلوه دي، والداخليه بتامن طبعا كل المسائل الخاصه بالجمهور والمدرجات والكلام ده، والدنيا كلها تبقى حلوه. تختلف تمام 100%. خلينا نتوقف مع حضراتكم مع الساده المشاهدين مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعوه.